أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريس أمام مجلس الأمن الدولي الحكومة البورمية بوقف العمليات العسكرية في غرب البلاد وإتاحة وصول الدعم الإنساني بدون عوائق، لا سيما لأقلية الروهينجا المسلمة. كما طالب غويتيريس بضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئي الروهينجا الذين فروا من ديارهم إلى بنغلاديش. طالبت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي جميع الدول بتعليق تقديم الأسلحة لميانمار بسبب العنف ضد مسلمي الروهينجا. وقالت هايلي لمجلس الأمن إن أفعال السلطات بورما تجاه مسلمي الروهينجا ما هي إلا حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية، ويجب أن يشعر كبار القادة البورميين بالخجل بسبب ذلك. قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل رايندلون إن الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان يؤثر على الحرب على تنظيم داعش، لأنه يضعف من تركيز المقاتلين الأكراد والعرب على مواجهة التنظيم المتشدد. وتابع ديلون أن المهمة الأساسية التي تقضي بتكبيد تنظيم داعش هزيمة في العراق تأثرت بنتيجة الاستفتاء الأخير، بعدما كان التركيز مسلط بنسبة 100% على قتال داعش. أعلن الجيش الأمريكي قتل عدد من مسلحي تنظيم داعش في ضربتين جويتين له في ليبيا هذا الأسبوع. وقالت قيادة أفريقيا في الجيش الأمريكي في بيان إن الضربة وقعت على بعد نحو 161 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة سرت يوم الثلاثاء الماضي. شنت مقاتلات مصرية ضربات جوية على تجمع لعدد من المتشددين قرب الحدود الليبية بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان لها. وأضاف البيان أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 10 سيارات دفع رباعي كانت محملة بالأسلحة والذخائر قبل أن تتمكن من التسلل إلى الأراضي المصرية عبر الحدود مع ليبيا. توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن ما يصل إلى 90% من الأكواب الموجودة في المطابخ المكتبية مغلفة بالجراثيم المسببة للأمراض، وتنتقل البكتيريا من زملاء العمل إلى الأكواب النظيفة عبر أداة غسل الأواني المشتركة والتي نادراً ما يتم تغييرها. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.